قلبي اكيد فاقديني مشتاقي لي، بس خدتني نومه قويه توي صحيت. انا والغلا ولدي طالعين دحين يا ابويا، تعرفون فين رايحين؟ رايحين على دوار السيكل. في سيكل كبير هناك، تعرفون السيكل حق مين ذا؟ حق ابونا ادم، صح؟ راح اصور لكم سيكل حق ابونا ادم. يا مدير معلوم انت وين هذا سيكل حق ابونا ادم؟ معلوم؟ ها؟ ايوه وين مكان هذا؟ قدام. قدام؟ كويس، مية مية. خلاص انا بوديكم الحين الموقع الاثري حق سيكل ابونا ادم. حبايب قلبي يسعد صباحكم مساكم وما ادري وش اقول لكم. طبعا دحين يا ابوي انا جيت اوريكم سيكل ابونا ادم. شفتوا ذا من التراث، سيكل ابونا ادم. امس وديتكم قبر حواء سيدتنا حواء، واليوم وديكم سيكل أبونا آدم. طبعاً على دور أول، يو السيارة دي ماي جاد، على دور أول ما في سيارات، ما في الجمل، ما كانوا يقدرون يركبون على الجمل لأن كان أحجامهم كبيرة. فاخترع سيدنا آدم اخترع هذا السيكل، تشوفون؟ وقاعد يروح من جبل لجبل، قاعد يمشي فيه من جبل لجبل. ايش رايكم اليوم؟ الله يسعدكم. انا اسفه جدا جدا جدا، انا راكبه في السياره فصاحب التاكسي هو قال هنا في موجود سيكل حق سيدنا ادم، فانتوا اخذتوا الموضوع من جديه وانا اخذته على نيتي يعني، فلا تقعدون تطلعون سوالف وترندات واخرسي ومدروش و... ترى اخذت على نيتي كذا، والرجال هو جالس يقول لي انه هذا السيكل حق ابونا ادم، اول كل نفر يجي العمره يجي عند هذا السيكل. ف بليز يعني انا اعتذر، اي ام سوري، انا تكلمت على نيتي يعني، ماني متعمده لا احرف ولا اغير ولا اشياء اللي تقولونها هذه كلها غير صحيحه بليز. فرجاء لا تلقون سلبي علي بليز، والله اني تكلمت على نيتي.